عايزني ازاي اتعامل معاك عادي بالبساطه دي؟ دي اختي يا مازن. ايه ما عنديش دم؟ انا لو ماليش خير في اختي مش هيبقى ليا خير فيك. ما احنا لما نتعامل مع بعض عادي يا دعاء يبقى انت مالكيش خير في اختك. انت ايه دماغك دي؟ وبعدين يا ستي مش انا جبت لك اللي انت طلبتيه؟ خلاص بقى اخص عليك يا مازن. انت متخيل انا ممكن اكون جيت معاك هنا عشان خاطر الهديه اللي انت جبتها لي؟ انا رجعت لك عشان بحبك وما اقدرش استغنى عنك يا حبيبتي. ما انت كمان عارفه قد ايه انا بحبك. لو بتحبني بجد يبقى نمشي من هنا. نمشي نروح فين يا دعاء؟ ناخد اي فيلا تانيه. نعيش لوحدنا من غير باباك ومامتك عشان خاطر يا مازن. انا خلاص ما بقتش قادره ابص في وش مامتك تاني بعد اللي عملته مع اختي. انت تقدر تتعامل معايا لو انا عملت كده في ملك اختك؟ لا طبعا. دعاء انت عارفه كويس ان ماما ما قصدتش اللي حصل. تقصد او ما تقصدش المهم النتيجه في الاخر. لولا فين دلوقتي؟ بيتها وسط مين؟ طيب يا حبيبتي اوعدك ان شاء الله اول ما يبقى معانا فلوس هنشوف موضوع البيت. ممكن بقى لغايه ما ده يحصل نستحمل شويه ونعرف نتعامل هنا. خلاص على الاقل بقى تجيب لي اوضه فيها حمام. ما انا ما ينفعش كل ما اطلع اروح الحمام الاقي مامتك في وشي مش عارفه اتعامل. حمام ايه يا دعاء؟ ما فيش غير اوضه بابا وماما وملك اللي فيهم حمام. انا اعمل ايه بقى؟ اكيد مش هقول لك اوضه مامتك بس ممكن اوضه ملك. انت مجنونه دعاء؟ عايزاني اخرج اختي من اوضتها عشان انا اقعد فيها؟ اكيد يعني ملك مش هترفض لك طلب زي ده. مش عارف ملك مرتبطه قوي باوضتها صعب قوي يا دعاء. دي تضحيه صغيره هتعملها عشان خاطر اخوها. والله انت هتجنني معاكي. يعني احنا بعد ما وضبنا الاوضه هنسيبها ونمشي؟ انت مش عايز تسيب الاوضه ولا خايف تفتح ملك في الموضوع ده او مكسوف منها؟ لا يا شيخ انت عارفه ان انا ما بخافش ودماغي رايحه مني اساسا. خلاص يا سيدي سيبي لي الموضوع ده وانا هتصرف. ماشي. بقول لك يا دعاء بما ان احنا ناويين نسيب الاوضه يعني مش حابه يعني اديها فرصه اخيره؟ انا بحبك قوي يا مازن. ايوه ادخل. معقوله يا مكه؟ معقوله يبقى بينا وبين بعض مترين؟ مترين ما نسالش على بعض. اخص اخص عليكي. ايوه صح انا اللي مشغوله في تحضير العيد للنهار وما بسالش في اختي مش كده؟ لا 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 بصي ما تدخليش الدخله دي عشان انا متمرمط ومش شايف قدامي. انا كل لما اعمل حاجه واحس اني هستريح ارجع تاني اشيل الهم من الاول. انا مش فاهمه انت مستعجل على ايه؟ ما تسيب كل حاجه تجهز براحتها. حبيبتي على فكره انا عادي ممكن اعمل ما عنديش دم واسيب كل حاجه تجهز براحتها بس انا دلوقتي متجوز. انا بتقطع لما بطلب من بابا فلوس. انا نفسي ابتدي اول ما اتخرج. كبرت يا مازن. مني كميلة انت؟ لا هتعملي لي بقى فيها ليلى وجوج العمر عدى. لا لا لم نفسك. بقول لك ايه انت مش محتاج حاجه؟ انا معايا فلوس على فكره. انت شكلك هتحرجني بام جدعنتك دي. بصي انا هخبطك طلب دلوقتي. بصي منتهى الندالة. لا يا سيدي ولا يهمك. استنى عايز كام يا حبيبتي؟ بجد بقى بجد والله ما عايز فلوس. ايه ده امال عايز ايه؟ مش فاهم. انا هشرح لك. من بعد موضوع لولا دعاء وماما قاعدين بياكلوا في بعض وانا بتقطع في النص. ايوه بس انا مش حاسه بكده خالص. انا حاسه ان ماما بتعامل دعاء كويس قوي. بالعكس دي ساعات بتفوت لها حاجات وتعمل مش واخده بالها كمان. هي المشكله ان دعاء فاهمه ان اللي حصل لاختها ده كله بسبب ماما. اوكي طيب ده برضو ايه علاقته باللي انت عايزه مني؟ دعاء عايز اوضه بحمام. طيب بص يا حبيبي انا عايزاك تطفي دماغك من الموضوع ده خالص وانا هتصرف واحلها لك ما تقلقش. يعني موافقه؟ على في دماغك؟ طبعا لا بس انا عندي الحل. بقول لك ايه انت جاي ولا رايح؟ انا رايح. المفروض دلوقتي طالع قريه البضائع استلم الكراسي وبعدين هقابل الكهربائي والعمال نركبهم بالليل. طيب يلا اتكل انت على الله وسيب لنا مواضيع البنات دي. يعني خلاص هتشيليها انت؟ طفي دماغك يا دكتور. طيب ارفع ايدك لفوق بقى لفوق كمان. شكرا يلا باي باي. باي يا حبيبي. خير يا مكة يا حبيبتي؟ في حاجة؟ كل ما ببص لك يا دودو بحس اني غلطت في السكة. سكة ايه اللي انا غلطت فيها؟ سكتك في الحياة عامة. يعني مثلا انتي ما كانش المفروض تدخلي اعلام. انتي كان المفروض تدخلي معهد التمثيل. شايفاني نجمة سينما صح؟ لا ما حصلتيش نجمة طبعا. بس انتي بتمثلي على كل الناس اللي حواليكي حتى على نفسك يا حرام. انا بمثل؟ انا؟
وتمثيلك اوفر قوي، ما يخشش دماغ حد بصراحه. انت مالك يا ملك بتكلميني كده ليه؟ عشان عايزه افوقك يا دودو، مش عايزاكي تفضلي في السكه اللي انت فيها دي، هتخسري كل الناس اللي حواليكي. عارفه ليه؟ انا والله العظيم من غير ما تردي انا هقول لك ليه. عشان انت متخيله انك اذكى من الناس كلها، فبتتصرفي بغباوه قوي. عايزين انا ومازن نقع في بعض، مش كده؟ والله العظيم دي فكره مازن من الاول، هو اللي عرض عليا الفكره دي. ايوه صح، زي ما عرض عليكي برضو موضوع السفر، وبعد كده بقت في المكتب، مش كده؟ انت ظلماني يا موك. لا يا روحي انا لسه ما ظلمتكيش، بس انا ممكن اظلمك. لا اظلمك كده، انا ممكن افرمك وممكن اطلعك من مازن على فكره ببساطه قوي. ياه، طب طالما كده بقى فانا عايزه اقولك ان مازن بيحبني قوي وما يقدرش يستغنى عني، والطريقه اللي انت جايه تكلميني بيها دي مش مخوفاني. خلاص تعالي نجرب. لا قولي لي، هو حساب توفير رقم 2223 باسم دعاء لحلح، مازن يعرف عنه حاجه؟ انت بتفتشي في حاجتي يا ملك؟ انا؟ لا طبعا، اللي يمكن اعمل كده. بس قبل ما تفتح حساب من ورا جوزك يا هبله، ما تديهمش عنوان البيت هنا عشان لما يبعتوا لك جوابات ما تقعش في ايد حد، خصوصا مازن. انا كده كده كنت هقول لمازن، انا ما بخبيش عليه حاجه. لا يا روحي، انا ممكن اقوم بالخدمه دي واقول له، وممكن كمان اقول له ان شايله في الحساب كام، بس ماليش دعوه بقى لو سالك انت جايبه الفلوس دي منين، دي حاجه بينكم وبين بعض ماليش فيه. ملك، انت هتقولي له يا ملك؟ والله ما اعرفش، دي حاجه ترجع لك انت، انت حر. وعلى فكره انا لسه عندي حاجات تانية كتير، بس شايلها لوقتها. انا مش عايزه حاجه ومش عايزه الاوضه، خلينا صحاب يا ملك. لا صحابي يا دودو، ما تقوليش كده، ده انت اختي. بس عشان خاطري بقى، لو عايزه ان نفضل اخوات طلعيني من دماغك خالص. اتفقنا يا دودو؟ شكلنا اتفقنا. تصبحي على خير. انت راجل كذاب، انا خلاص ما بقتش اصدقك. عشق موجوده. انت ليه مصممه تستفزيني؟ عشق ماتت، الناس كلها شافوها واتكلموا معاها. ناس مين؟ عمر اللي شاف هو سكران ومنقل ب 60 ميلة، ولا هيثم اللي راح ضحك عليه وعرف منه كل حاجة عشان يجي يضحك علينا هنا؟ لا ده ولا ده، الأستاذ أسر المحامي اللي منه كانت بتشتغل عنده، وأخته الدكتورة فريدة أستاذ الجامعة. أنت بتقولي إيه؟ بقول لك اللي حصل، شافوها واتكلموا معاها وكانت مخطوبة وهتتجوز. كفاية بقى كفاية، أنا زهقت من الكلام ده. هي إيه؟ شوطة وجت في البلد؟ كل شوية حد يطلع لي ويقول لي عشق موجودة؟ طب هي فين؟ لما هي موجودة هي فين؟ أهو كله كلام. أنت اللي خايف على روحك، عشان لو هي موجودة المستخبي هيبان والناس كلها هتشوفك زي ما أنا شايفاك. وأنت لازم تخافي زيي، وما تصدقيش الكلام الفاضي ده إلا لما تشوفي بعينيكي. مش هستنى لغاية ما أشوف، إديني المبلغ الأخير أسد بيه الدقيقة لو أمشي. قولي كده بقى، إن كل اللي يهمك الفلوس وخلاص. إحنا مش كنا متفقين على كده؟ كنا متفقين إن أنا ساعدك وساعدتك كتير، وبعدين أنا صرفت كتير في جوازة مازن وفي تجهيز عادته جديدة. اصبري بقى عليا شهر ولا شهرين. اسمعي يا عاصم، أنا طول المدة دي حاطة الجزمة في بقي وساكتة، لكن أنا ممكن ما اسكتش وأفضحك. وتفضحي نفسك؟ عقلي عقلي، وما تنسيش أنا مين. بقول لك يا عاصم، أنا مش خارجة من هنا غير لما آخد الفلوس. فإيدي فلوس؟ عقلي إيه؟ وبلاش كلام، فوقي. هو ايه اللي بيحصل؟ اهلا يا دعاء. انت ايه اللي مصحيكي لغايه دلوقتي؟ بيتهيألي النوم قافل. نوم؟ هو الواحد ممكن يجيله نوم؟ اصل ساعات الواحد بيشوف حاجات كده غريبه تخليه يقعد يفكر لحد ما النوم يطير من عينيه. لا مش للدرجة دي يا دعاء يا بنتي، مش للدرجة دي. الخدامة بتزعق لسيدها وسيدها واخد الموضوع عادي، يبقى أكيد في حاجة غلط. دي مشكلة قديمة وخلصت خلاص، ما ينفعش نتكلم فيها تاني. مشكلة قديمة بالنسبة لحضرتك، لكن بالنسبة لي أنا فهي مشكلة جديدة، وأكيد برضو هتبقى مشكلة جديدة على مازن وعلى ملك وعلى طنط. دعاء، وهتستفيدي ايه لما حد يعرف؟
ولا حاجه. لكن لو ما حدش عرف هتستفيدي كتير قوي. حضرتك عايزني ما اتكلمش مش كده؟ انت وشطارتك. انت عارف انا بحب طنط قد ايه. تصعب عليا، سيبها كده مش دريانه بحاجه. خلاص روحي قولي لها وهدي البيت، وساعتها هتخسري انت كل حاجه. لكن لو فضل الموضوع ده بيني وبينك طلباتك كلها هتبقى مجابه. حضرتك شاطر قوي في الاقناع، بس هو مش كلامه خلاص. انت عايزه ايه يا دعاء؟ طول عمري نفسي يبقى لي حساب في بنك يكون بعيد عن عيون الناس علشان يامن لي مستقبلي. حاضر، بس هحط لك فيه مبلغ صغير عشان انا مزنوق اليومين دول. مش الزنقه دي مسيرها هتتفك والحساب هيكبر. ماشي يا دعاء. ربنا يخليك ليا يا بابا. بابا اصل انا بقالي كتير قوي ما قلتش لحد يا بابا. تصبح على خير يا بابا.